محميين بقرار محكمة احتلالية. أدى عشرات المستوطنين صلوات تلمودية صامتة ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك تحت أعين عناصر الشرطة الإسرائيلية التي وفرت لهم الغطاء والحماية وتدخلت لوقف احتجاجات موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية على هذه الاستفزازات. ما يحدث هو محاولات لترهيبنا من الوصول إلى منطقة باب العمود بغرض أنه إحنا ما نصل للمسجد الأقصى المبارك لندافع عنه. هذا برنامج تقوم به حكومة الاحتلال، وأكثر من ذلك هم قدموا مع مستوطنين مسلحين، وهناك تهديد الآن نخشى منه على حياة المقدسيين مع استمرار هذا الذي يحدث في باب العمود، وبالتالي نحمل شرطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي خطر مستقبلي سيتهدد المقدسيين نتيجة هذه الاعتداءات. ما يحصل هناك لا نفصل عن ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك، فكلا الموضوعين مرتبطين لأنه هذا مدخل رئيسي من مداخل المسجد الأقصى المبارك. وبالتوازي مع تدنيس المستوطنين لثالث الحرمين الشريفين، ينفذ عدد منهم منذ عدة أيام اعتداءاتهم على الشبان المقدسيين بمنطقة باب العمود التي تشهد انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال وفرق الخيالة التي اعتدت على الشبان المتواجدين في المنطقة فأصابت أكثر من 17 شابا واعتقلت 6 آخرين. نحن ننظر بعين الخطورة لهذا القرار بسماح لليهود الصلاة في الصامتة في داخل المسجد الأقصى. هذا القرار باطل بالنسبة لدائرة الأوقاف الإسلامية. نحن نحمل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن ردات الفعل لتشجيع وشرعنة هذه الصلاة التي يقوم بها المتطرفين بقوة الاحتلال وبقوة السلاح. منذ قرار محكمة احتلالية السماح بأداء طقوس تلمودية صامتة في الأقصى، يستغل المستوطنون القرار لخلق واقع جديد يقوم على تمكينهم من أداء طقوسهم العنصرية بشكل متواصل في قبلة المسلمين الأولى، فيما تواصل السلطات الإسرائيلية تكثيف انتشارها في محيط الأقصى وتحديدا في باب العمود وتضييق الخناق على المواطنين. ليالي عيد، القدس.